أول ما شفت عينيك وقلبي شعلت نار يا فوفي يا فوفي فوفي يا فوفي يا فوفي شكل ما يهزك ريح أمي مشونا وأنا فؤاد بن يمين نتنياهو هذه نشرة شأن تعرفت علي جوات الكادر اليوم رح تتعرف علي برات الكادر أنا فؤاد يمين عفيفه ليفه كليفه كيف صحتك لحتك كلحتك مبسوطه لوطه كالوطه لما كنت صغير كنت كتير حمار بالمدرسه فكنت مضطر انه ضحك اصحابي والمعلمات كرمال يكون الي وجود بهذا المجتمع الصغير وقتها كبرت لقيت حالي كفى بهذا الشيء وعم ضحك العالم والبنات عم تقلي فاملا والبنات لانه هيك من المغربين مسح هو طريقة تتقول شيء انت عبالك تقوله شيء مضايقك شيء شفته شيء بضحك هو لانجاج لغة انا في كتير اشياء بحبها بحياة المسرح والموسيقى بس اكتر شيء بحبه هو الاكل اما بيك فان لشيء اسمه فلافل كتير بحب فلافل كتير الشوكولا ادمان على الشوكولا فهذا الشيء واضح لي بس اصلا الجمال هو الجمال جواني والعقل يا ليل هبل متواصل 1 2 3 كليفه كليفه على ابو فوق كيف يا شو عنور هذا حبيبي يا هلا حبيب قلبي نورت مثل العاده على عيونك طرطور سير صبية حلوة أضحت دولت والخصر يهز وزعيني كوز هب كمان إجي هيك أقعد ألعب جيتار أتصلى فهيدي كمان شي كتير حب عام أكلت ساندويش الفلافل بس أنجا يعني زكزك لي معتي فأنا كتير جعت من ورا التصوير رايح أتعشى فباك يلي بدي أنصحكم إياه هو أنه ما تعملوا شي كرمال حدا كرمال أهلكم أو أصحابكم أو قالوا لكم هالمهنة مش منيحة لا عملوا شي اللي أنتوا بتحبوه لأنه رح تكونوا مبسوطين إذا عملتوا شي ما بتحبوه حتى لو طلعتوا مصاري حتى لو شو ما عملتوا ما حتكونوا مبسوطين فالحقوا شي اللي أنتوا بس أنتوا بتحبوه